ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. لقي شخصين مصرعهما إثر انقلاب شاحنة من الحجم الكبير في حادثة سير خطيرة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي الحسيمة وتازة. وحسب المعطيات المتوفرة فإن فقدان السائق للسيطرة على الشاحنة التي كانت محملة بعبوات مبيد الحشرات وقادمة من إقليم الحسيمة أدى إلى سقوطها في منحدر يوجد في أحد المنعرجات الخطيرة بين أجنول وتيزي وسلي بإقليم تازة، مما أسفر عن مصرع شخصين بمسرح الحادث متأثرين بالإصابات التي تعرض لها جراء الواقعة، وذلك يوم أول أمس الخميس 24 مارس الجاري. هذا وقد حلت بعين المكان المصالح المختصة وباشرت إجراءاتها بخصوص ظروف ملابسات الحادث، في حين جرى نقل الجثتين إلى مستودع الأموات.